بمناسبة يوم المرأة العالمي، أقامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين احتفالاً في قاعة كنيسة ماري يوسف جبل عمان. وقد رعت الاحتفال الذي أقيم تحت شعار عش حياتك بالطريقة التي تريدها الدكتورة باسمة السمعان، المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. وفي كلمة الافتتاح أكدت السمعان أن الحركة الكشفية الكنسية لها أهمية كبيرة في تنمية حياة الفتاة وصقل شخصيتها للمستقبل، مشيرة إلى أن المرأة هي جزء رئيسي في المجتمع وشريكة في البناء والنهضة. مبسوطة بوجودي مع مجموعة مرشدات مطرانية اللاتين عم بيحتفلوا بيوم المرأة العالمي، فحبينا اليوم نكون معاهم كنورسات ونعطي خبرتنا، يعني اللي المتواضعة بدي أقول، لكن كنت فخورة إني أعطي هالخبرة وهالشهادة لإلهم، وفخورة بإنجازاتهم، فخورة بعطائهم، فخورة بخدمتهم الكنسية ومحبتهم. بتمنى لهم كل التوفيق بحياتهم، بأسرهم، بعائلاتهم، وربنا يكون معاهم، وشكرا لكم. وتخلل الحفلة تقديم العديد من الفقرات والكلمات حول أهمية الكشافة في حياة المرأة ودورها القيادي ومكانتها في المجتمع. حضر الاحتفال عدد من راهبات الوردية والقائدات المؤثرات في المجتمع وجمع من المدعوين. دعينا جميع القيادة الإرشادية الموجودة عندنا، طبعا هم من كافة محافظات المملكة، مع كم من مرشدة موجودة عندنا، يعني مش مع كم من مرشدة، مع كم من إرشادية مرشدات موجودين عندنا. طبعاً اللقاء تاعنا كان بعنوان Lead Your Life The Way You Want، إنه كيف المرأة أو الصبية بتقود حياتها بالطريقة اللي هي بدها إياها. كان في عنا giveaway بسيط اللي هو من المراي اللي بيثبت انعكاس المرأة بحياتها من ناحية كمعلمة، كمحاسبة، كقائد كشفي، كدكتورة، وين مكان موقعها بالمجتمع وكيف بينعكس، لأنه هي مصدر قوة وشو اللي بيكون دافعها. وإن شاء الله يا رب كل نساء العالم يكونوا يعني سيدات المجتمع الأردني وهم سالمين يا ربي. وبتشكر شكر خاص للدكتورة باسمة السمعان لحضورها معنا ولدعمها الدائم لإلنا، وهي السند لكل صبية ولكل سيدة موجودة بالمجتمع، وطبعا لتواجد بنتها ريبيكا عودة، وللصراحة هم أغمرونا يعني وخلونا يعني فخورين فيهم. ودائما السيدة باسمة هي بتعطينا دعم، واليوم من خلال تواجدها أعطتنا الدعم الزايد والدافع الزايد حتى إنه إحنا نتابع بالطريق اللي إحنا ماشيين فيها.